مساء الخير. خير في ايه؟ عايزين علي روبي. ماما بوليس. خير خير يا حضرت الضابط، في ايه؟ عايزين علي روبي يا حاجة. ليه عمل ايه؟ هتعرفي بعدين. طب استنى استنى لما اغطي شعري. اتفضلي. بس يا امي هتطلعي نوطي صوتك. ايه ده؟ انت ما بطلتش ومتخبي المخدرات في اوضتي. بس يا امي يا ايه ده؟ اسكتي، اوعى تخليهم يفتشوا الاوضه. ها لو قفشوا الحاجه هروح في 60 داهيه. ابوس ايدك ابوس يا امي. انا علي. ايه ده؟ في ايه؟ قومي كده فوقي. خير في ايه؟ قومي بس كده فوقي. في ايه يا فندم؟ انا في ايه مال؟ حضرتك بتدور على ايه؟ بدور على حاجه ضايعه مني يا فندم. لقيت حاجه؟ لسه بتدور على ايه؟ دور كويس. اقول لك انا بدور على ايه. لو سمحت يا نسمه من فضلك، عايزين نشوف بقيه الاوض. هي مفيش غير اوضه ماما. لا ما انت هتوريها لنا حضرتك. ماما ماما جوه حضرتك. اتفضلي حضرتك افتحي لنا الاوضه. اتفضلي. اتفضل يا فندم. بتقولك ماما جوه. ما هنشوف دلوقتي الموضوع ده. تعالى بس كده معايا. هي دي اوضه ماما يا فندم. بس قول لي في ايه بقى. ماما ده انا ورقت. ماما مالك يا ماما؟ ماما 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 اطلب لكم الاسعاف. مش عارفه انا هنزل اطلب لكم الاسعاف من اللاسلكي. حقك عليا حقك عليا. سامحيني والنبي معلش. ربنا ياخدني ويحرق لي ويريحك مني يا رب. على اخر الزمن زي العيال الصغيره. على شان الاقي عليك يا صالح يا شيمان. خلاص معلش تاجر. معلش معلش بوليس بيدور عليك. حلت امك. حقك عليا حقك عليا. مش عارف تخاف عليا. خاف على اختك. بتخبي المخدرات في بيتنا. هن عليك هن عليك. الدرجات على اختك. تودينا في داهيه. ايه علي كده ميت ميت. لا ما تقوليش كده يا عزة. ما تقوليش كده. مش انا اللي بقول، الراجل هو اللي قال لو فلوس البضاعة ما راحتلوش هيجيب اجل عالي. نجيب له فلوس. نجيب له فلوس يا عزة. يا سلام يا فلحة. منين بقى؟ علي فص ملح ودام، وانا يا بنتي على فضل الكريم. معاك انت حاجة تبيعيها تجيب له فلوس البضاعة؟ يبقى كلي كلي وانت ساكتة لغاية ما نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انت لازم تمشي من الحته دي كلها خالص، لان الراجل لو ما لقاش عليه هيدور عليك انت، وانا ما بقاش عندي مكان بصراحه اخبيكي فيه. اخبيكي فين انا؟ انا عندي مكان. فين؟ أنا مبسوطة قوي إنك جيتي يا هاني. برافو عليك بجد. برافو عليك. مريم شفتي مين جد؟ هاني هاني الحمد لله على السلامة. أمك كانت هتتجنن عليكي. ما تبطلي بقى. ما خلاص بقى، ما هي جاية برجليها أهي. أنت كويسة؟ أنا ما جيت عشان أبقى كويسة. إن شاء الله هتبقي كويسة. يلا بينا.
ناوية على ايه المرة دي يا هانيا؟ مش ناوية على حاجة، بس على الأقل ننوي وإحنا نساعدك. أنت مش جاية على طبطيل يا هانيا. أمال جاية ليه؟ جاية عشان تساعدوني. أنت هتستعبطي؟ فاكرة أنا صحرا؟ مفيش حد فينا يعرف يساعدك لو أنت مش عايزة تساعدي نفسك. عادي عادي. بقول لكم إيه، أنا جاية بمزاجي وهمشي بمزاجي. خلاص مفيش مفيش. الحمد لله. كلمي شيرين بقى وقولي لها ان البنت عندي. هكلمها طبعا على طول دلوقتي اطمنها. وقولي لشريف علشان يجي يشوفها. شريف؟ شريف عاوز اللي يجي يشوفه. طب كلمي شيرين طمنيها ورجعي كلميني عشان نشوف موضوع شريف ده. ماشي حبيبتي. اوكي باي. سلام. هانيا راحت الديتوكس ومريم عاوزاك تروح تشوفها. طيب طيب. طيب